عاجل، تصريح هام من الحكومة بشأن أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء. يا جماعة، في أخبار مهمة عن موضوع الكهرباء اللي شاغل بالنا كلنا. مستشار محمد الحمصاني اللي هو المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء طلع في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، وقال لنا آخر المستجدات في موضوع تخفيف الأحمال وإمتى الأزمة دي هتخلص. الحمصاني أكد أن رئيس الوزراء بنفسه متابع الموضوع ده بشكل يومي تقريبا، وأن الحكومة بتحاول تحل المشكلة من جذورها، مش بس تخفف الأحمال مؤقتا. خطة الدولة عشان الأزمة دي تخلص بتركز على توفير كل الموارد اللي قطاع الكهرباء محتاجاه، زي الوقود عشان يقدر يزود قدرته ويشتغل بأقصى طاقة. بس المشكلة أن توفير الوقود ده محتاج عملة صعبة، والدولة بتحاول توفرها في ظل الظروف الحالية. الحمصاني وعدنا انه بمجرد ما تتوفر موارد العملة الصعبة الكافية هنخلص من موضوع تخفيف الاحمال ده نهائيا، ونفى الكلام اللي بيقول ان عدم قطع الكهرباء بيوفر على الدولة موارد، بالعكس ده بيحتاج موارد اكتر. الحمصاني كمان شرح لنا ان موضوع الكهرباء ده مرتبط بحاجات كتير زي ارتفاع درجات الحرارة في الصيف بيخلي الناس تستخدم التكييفات ومراوح كتير، وده بيضغط على الشبكة كمان، في مشكلة في رأس الغاز وده بيأثر على قدرة محطات الكهرباء على توليد الطاقة اللي محتاجينها. الحكومة بتحاول تحل كل المشاكل دي مع بعض، وبتشتغل على زيادة إنتاج الغاز وتوفير العملة الصعبة عشان تستورد الوقود اللي ناقص، وبيقولوا إنهم بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان الأزمة دي تنتهي في أسرع وقت. فاحنا نصبر ونستحمل شوية ونحاول نقلل من استهلاك الكهرباء قدر الإمكان عشان نساعد في تخفيف الضغط على الشبكة، ونتمنى يكون في قرار نهائي من الحكومة بوقف خطة تخفيف الأحمال في مصر ويكون في عدم انقطاع للكهرباء في مصر. ده هيبقى شيء مهم جدا للحفاظ على الاقتصاد، لأن الاقتصاد قايم على الكهرباء، فانقطاع الكهرباء كده كده بيأثر على الاقتصاد، فهي دايرة ومقفولة، مش هنعرف يعني نشغل دماغنا على الاقتصاد زي ما بيقولوا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.